هذا أمر إن شئت نظرت إليه بعين الشر، وإن شئت نظرت إليه بعين الرحمة والتسامح. أين وزيري؟ نعم يا مولاي، ماذا تأمر؟ هذا الرجل هو الذي أصاب ناقة لا عن قصد لأهل بيتي، أعطوهم ناقة عوضا عنها. وأطلق سراح الرجل. أمرك يا مولاي. أحسن الله إليك يا مولاي، فمثلك من يرى الرحمة أقرب إليه من العقوبة. خذني لأشم الهواء يا مهنة، فقد ضاق صدري. لقد أرهقناك وأتعبناك يا مولاي. أتمنى أن يكون ابني الأكبر ولدا، لكن مشيئة الله شاءت أن يأتي الولد متأخرا جدا. كلنا أولادك يا مولانا، ولك أن تفخر بسلمى، فهي أفضل من أفضل كثير من الرجال. أجل أجل، سامحيني يا ابنتي، ولكن الولد أبقى ولدا يا مهنة، يا سهرنا ووزيرنا ويا ابننا الأكبر. لا بأس عليك يا أبي، لا تجهد نفسك بالكلام، هيا هيا لنخرج وندع الوالد يخلد للراحة والنوم. سيف سيف، تعال يا ولدي، تعال يا قرة عيني، يا قرة عيني. تبدو في هم أكبر من همنا يا مهنة. لا أظن مرض والدي يؤرقك كل هذا الأرق. لو كان لأبيك ولد راشد يا سلمى. ما الذي تفكر فيه؟ أبي ما زال حيا، والطبيب يصف حالته بأنها بسيطة، وسينهض خلال أيام ويعود لمجلسه. لا أريد أن أكدر خاطرك بما يدور ببالي وبال الرجال يا سلمى. تعني أنه لا أمل بشفاء أبي؟ والخوف مما سيحدث بعد موته، أليس كذلك؟ سيف، ما هذا يا ولدي؟ آسف يا والدي، ولكن خالي سيف يحب أن ألاعبه. هيا يا سيف. رعاهم الله السيفين، ورعى والدي وشفاه. أبعد الله عنا يوما، لا ندري كيف ينتهي وكيف تستقر الأمور؟ إذن أنت تدركين ما أعانيه يا سلمى. أنت تدرك الأمر يا شيخ سليمان وتحسه، ولا أظنك ستبقى صامتا. لا أقول ما عندي الآن. الأمر بيني وبينك يا شيخ إنها مشاورة وتشاور، وإني كما تعلم لا أبوح بسر. دعنا
لا تتعجل الأمر يا قاضينا، فالإمام سلطان ما زال حياً اليوم. وغداً إذا جاء أمر الله غداً ماذا نفعل؟ أنا وأنت؟ أخشى أن يميل الجمع مع شيخ سعيد الذي ينادي بإمامة ابن الإمام الصغير سيف. الآن أفصحت عن رأيك أيها القاضي. سيف ابن الإمام لا يصلح للعرش والملك، إنه لا يصلح إماماً للصلاة، فكيف يكون إماماً في حكم المسلمين؟ أنا وأنت اثنان أيها القاضي، وسنكون مع الجماعة بلساننا لا بقلوبنا إن أجلس الصبي على العرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. أهلا بك يا شيخ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيسعد الإمام لرؤيتك. وأنا تسعدني رؤيته. جدي يسأل عنك يا أبي. خادمكم الشيخ سليمان يريد أن يسلم عليك يا مولاي. على رسول الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا الإمام، وإني لأرجو من الله أن يمن عليك بالعافية. الحمد لله، إني أرى حولي وجوها خير، وجوها خير. الحمد الدوام لله. وعزيكم بإمامنا سلطان ابن سيف رحمه الله وغفر له. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا إمامنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأسكنك فسيح جناتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لن تغرب شمس اليوم إلا ومولانا سيف ابن الإمام سلطان رحمة الله عليه يجلس على عرش أبيه. هذا هو الرأي. نعم، فابن الإمام هو الذي يرث عرش والده. يا قوم، يا ناس، تمهلوا قليلا. انتهت مراسم العزاء ولا مجال للتمهل، ولا يجوز للعرش أن يبقى بلا إمام يجلس عليه. ما هكذا يا شيخ سعيد؟ لقد أفزعتم الصبي. دعونا نتشاور ونجمع العلماء، وعمان فيها الكثير من العلماء أصحاب الرأي والمشورة. كأنك تريد الإمامة لغير سيف بن سلطان يا مهنا. العقل العقل، لا تثير جدلا يسبب ما لا تحمد عقباه. لنتشاور. يبدو أننا سنحتكم إلى السيف. سيوفنا حاضرة. هيا نخرج من هنا يا شيخ سليمان. هيا. الإمام سلطان رحمه الله له بنت هي زوجتي كما تعلمون، وهي امرأة حكيمة عاقلة، أحسن الإمام رحمه الله في تأديبها وتعليمها وتربيتها. وأنا أشهد بذلك، فقد أشرفت على تعلمها للقرآن والسنة. إذا وافقكم الأمر في أن نسألها عن أمر تولي أخيها الصبي سيف عرش والده، ونسمع منها ونحتكم إليها. لا بد من ما ليس منه بد، فأنا لم أعتد مشاورة النساء، لكني الآن لا أجد غيرها حكما.
إذا كان رأيها سيوقف الشجارة والجدل فلا بأس أن نسمع ولنتشاور فيما بعد. أمهلوني حتى أكلمها. سيف يا ولدي. نعم يا أبي. قف مكاني في المجلس ريثما أتحدث إلى أمك. أنا لم أخذ رأيك قبل الآن يا سلمى، لكني لم أجد بدا من وضعك في هذا الامتحان الصعب. أنا امرأة قبل أن أكون ابنة إمام أو أخت إمام رأي المرأة غير مسموع، فلا تضع نفسك في حرج يا أبا سيف. قولي أي شيء يا سلمى، ارفعي صوتك من وراء الباب وليسمع الرجال، وتركي لي مناظرة أهل المجلس. أنت لا ترى أخي أهلا للإمامة بسبب صغر سنه، أليس كذلك؟ وهل ترينه أهلا لها يا سلمى؟ دعني أعلن رأيا قد يساعدكم في حسم الأمر. وراء هذا الباب سلمى بنت الإمام سلطان ابن الإمام سيف، وهي تسمع وستقول لكم بلسانها ما لم يرغمها عليه أحد. هل أنت سلمى ابنة الإمام رحمه الله؟ نعم، أنا سلمى بنت الإمام سلطان رحمه الله. هل أجبرك أحد على قول وضعه على لسانك؟ لا، لم يجبرني أحد على أي قول، والله على ما أقول شهيد. دعينا نسمع رأيك في أمر الإمامة. الرأي يأتي من اجتماع أهل العلم في عمان، فإذا قالت العلماء رأياً واحداً لا يستطيع أحد أن يخالف رأي الإجماع والجماعة، وإني أرضى برأي أهل العلم مهما كان. بارك الله فيك يا ابنتي. سمعتم ما قالته ابنة الإمام رحمه الله؟ نعم. وعليكم أن تنظروا في الأمر. نعم الرأي. وإني أرى أن ندعو أهل العلم للتشاور والبت في القضية. علينا أن نسارع، فالشيخ سعيد صار وزيراً وجعل إخوته في رتب ووظائف كبيرة. لا تتحرب يا هذا، أجبني، ماذا سنأكل؟ ماذا سنلبس؟ كيف سنعيش؟ دعيني يا امرأة، أوجعت رأسي وقطعت أنفاسي وهيجت وسواسي. تعال معي يا عم. إلى أين تأخذني يا هذا؟ إلى أين؟ ليس بعيدا يا شيخ، بل يا شيخ الشعراء. أنت حمد، حمد يا ابن زينب، أنت لا تمد يدك إلي إلا لقاء ثمن. أبيات من الشعر ليست ثمنا كبيرا يا شيخ الشعراء، يا بشار بن برد زماننا. بالعمى أم بالشعر يا ابن زينب العرجاء؟ أمي ليست عرجاء. ملعون إلى من قال لي إنها عرجاء. من قال ذلك؟ والدك. هل سنسمع شعرا بالغزل والقبل؟ دعوا الشيخ يختار ما يشاء، إنه يحب شتم زوجاته وذكر محاسن غيرهن. أنا حين أطلق امرأة ثم أسمع صوت أخرى أتغزل بها وأسعى للزواج منها، أكتشف أنها كسابقاتها فأطلقها. تسمع صوتا يعجبك فتتزوج صاحبته؟ خذ هذه الحلاوة كي تحلي بها لسانك وتسمعنا أجمل الغزل. خذ. لا بأس،
أسمع. جاءتك تسعى حين نام الأنام، فتانة تسبي الفتى البستهام، تريك وجها مشرقا لونه، يعيد ضوء الشمس وقت الظلام، تختال في الخز وفي حليها كأنها من حور دار السلام، فتفضح الغصن إذا أقبلت. الله الله، ما أرشق ذاك القوام، إن لاحظت تصميك ألحاظها، إن لاحظت تصميك ألحاظها، بنافد يسبق رشق السهام، لا عيب فيها، إنما لا عيب فيها غير ما أنها بصونة في معقل لا يرام. هذا الشعر ألذ من الحلاوة، زدنا زدنا، زادك الله خيرا وسرورا يا شيخ راشد. دعوني أتذوق الحلاوة أولا. تأكل وأهل بيتك جياع. أين أنت؟ أنتم في ضحك ولهو، والدنيا في حديث آخر. أي حديث هذا يا ابن فضلة الخرساء؟ منذ أن مات الإمام سلطان والشجار قائم في البلاد، من يلي العرش بعده؟ ليتني يصلح للإمامة، ما كنت تأخرت والله. العلماء يجتمعون هناك من كل عمان، حتى عمي ذهب مع القاضي. دعونا في الشعر أحسن. نحن لم نخالف شرعة الإمامة، الابن يرث أباه، والإمام سيف هو من وضعناه على العرش حسب ما جرت عليه العادة. يا شيخ سعيد، ألا تحترم علماء عمان الأجلاء الذين جاءوا لهذا الأمر واجتمعوا للتشاور؟ رأي أهل الإمام رحمة الله عليه والذي جعلنا ندعو العلماء الأفاضل. رأي حريم، لم نسمع بحكم للنساء في مثل هذه الأمور. ليس حكما ولا قولا فصلا، إنما هو رأي مستحسن وليس من القول الفاصل. ليخرج الجميع تاركين لأهل العلم ساعة من الوقت كي يقولوا رأيهم. إني رأيت عمل أبصاري أهون من مرأة لئيم رخيص القدر ذي بذخ. ما كل من يدعي الإقدام مصطبرا له، ولا كل من يهوى السخاء سخي. عاث الزمان وأهلوه قد مسخ، في كل ممتسخ في إثر ممتسخ. قوم لديهم مطايا الكذب نائخة بسوقه، ومطايا الصدق لم تنخي. هذا شعر يليق بمجالس الكبار، دعونا مع الصغار أحسن. هذا تآمر، يريدون عزلنا من مناصبنا وتنصيب الشيخ مهنا. مهنا ليس من أهل الإمام، لم نسمع الإمام يذكر إنه سيوليه العهد. تآمر، إنه تآمر بين القاضي وسليمان ومهنا. اسمعوا، لن نسكت، نعم لن نسكت. إننا ننظر إلى حال المسلمين وليس إلى حال الإمام ومصلحته. صدقت يا سيدنا،
فالإمامة يجب أن تولى لمن يصلح للعدل في حكمه بين المسلمين، وهذا يمنحنا فرصة للتحرك خارج نطاق الإرث الضيق. يقلقني تهور الشيخ سعيد وتسرعه، إنه يسعى للمنصب منذ زمن، ولطالما زاحمني وتقرب من الإمام رحمه الله لأجل أن ينال الحظوة لديه. أنت أحسن من ولي الوزارة وأحسن من أخلص للإمام وأهله، ولولا مكانتك في نفوسهم ما زوجوك من ابنة الإمام. الحمد لله الذي يطلع على الأفئدة ويرى ما تحمله من نوايا، وإني لأرجو الله أن يجمع العلماء رأيهم لتوليتك الأمر يا شيخ سليمان. أنا لا أرغب في الإمامة لأني لا أفكر فيها، ولأني كبير في قومي ومكانتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنهم ينتظرونكم في القلعة. يبدو أن العلماء قد أجمعوا رأيهم. هذا ما أجمع عليه أهل العلم في عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. إن الإمامة للمسلمين فريضة واجبة وسنة متبعة، فلا يليها إلا من تتوفر فيه شروطها ويوافقه عليها أهل العلم وعامة المسلمين. وقد رأينا بالإجماع أن نجل الإمام سلطان بن سيف الإباضي لا يصلح للإمامة لصغر سنه ولعدم بلوغه الحلم، وقد أجمع رأينا على تولية من ولاه الإمام وقربه وصاهره واتخذه وزيرا. لا يجوز أن يصبح المهنة إماما. اسمع يا سعيد، إما أن تحترم أهل العلم وتسكت، وإما أن تغادر المجلس. بل أحزنك ما ولانيه أهل العلم يا سلمى. بل أفرحني وراحني وجعلني أذكر أبي رحمه الله، وقلت في نفسي هذا أمر يفرح أبي في قبره. الحمد لله، فأنا لا أريد إلا رضاك عن هذا الأمر يا سلمى. رضا الله أولى يا مهنة، وأظن الله قد رضي عنك وجعل العلماء يجمعون على توليتك. سأترك لك أمر تولية أخيك السيف يا سلمى. دعنا فيما نحن فيه الآن. أنت الآن إمام بإجماع علماء عمان وقضاتها. عليك أن تنسى أني ابنة الإمام السابق كي لا تتعثر في أي حكم تصدره. لا تراجعني في أي أمر إلا لأجل مشورة قد ينفعك رأيي فيها. بارك الله فيك يا ابنة الحسب والنسب. لا أدري لما ذكرت الشعر الراشد الحبسي وأنا أراك وأنت في مكانك هذا. ذاك الشيخ الأعمى الظريف ماذا يقول؟ يقول وقوله عذب: لقد ألف الخير عمان فأغناها، ورواها السحاب الثقال
نعم، وطابت ببني يعرب واكتست من أجل أحسن حال. هم ملكوا الأرض وسكانها طرا، فدانت سهلها والجبال. هم صيروا الأرض لنا جنة دانية منها علينا ظلال. صدق الحبسي، فاليعربة هم الذين صيروا عمان جنة. إني أفتقد هذا الشاعر وأتمنى أن أراه. ليس هذا بالمستحيل، ونستطيع أن نرسل إليه من يحضره. ها أنا جئت بنفسي إن كنت أنا المقصود. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ سليمان. أنت لا تخاطب أو تدعى، وإنما نمشي إليك بأرجلنا. أستغفر الله يا مولاي، فأنت الآن إمامنا بالعدل ولك علينا الطاعة. هذا إذا حكمت فيكم بالعدل، وإني لست خيرا من أبي بكر رضي الله عنه عندما تولى الأمر وقال للناس: لقد وليت عليكم ولست بأحسنكم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. سنكون لك كما كان المسلمون لأبي بكر إن شاء الله. لن أبخل عليك بمشورة، ولن أكون بعيدا عنك إذا دعوتني، ورجالي يرون فيك ما أرى. الحمد لله الذي أفاض علينا كل هذه النعم. تفضل الجلوس. تزوجت امرأة ولها ولدا، الكبير يسرق ما أحصل عليه، والصغير يبكي ويصرخ ليل نهار، فطلقتها وقلت: يا صاحبا ما فيه شيء يعد من العيوب أهلا به من صاحب، لولا الربيب مع الربيب. يا حائز أم الربيب لك العزاء من النصيب. أم الربيب حليلها لا زال في يوم عصيب، أم الربيب حليلتي كحليلتي أم الرقيب، أم الربيب حليلتي كحليلتي أم الرقيب. يا مطعما أولادها كمطعم بني ضبع وذيب. أكلك ضبع ونهشك ذيب، اذهب والتمس لنا ما نأكله، الرزق يسعى إليك لا أنت تسعى إليه. يا سائل الشاعر عن دائه، فاسأل عن الداء من جربه. أعوذ بالرحمن ومن ناره ومن عجوز لم تزل مذنبة. لا طاب من أضحى لها صاحبا، ولو أنها تغنيه عن مسغبة. سأقطع لسانك هذا الذي خدعني وجعلني أرضى بك زوجا، دون أن أسأل نفسي لما نفرت منك كل زوجاتك. أنا من نفر منهن يا هذه؟ جوع وأحاديث، هذا ما نكسبه منك. أهذا الشيخ راشد الحبسي؟ وهل من وباء وبلاء غيره؟ أنزلوا الرز والدقيق. رز والدقيق؟ لمن الرز والدقيق؟ ونحن لا نستطيع شراء الخبز اليابس. إنه من سيد الشيخ سليمان، وإليك هذه الرسالة منه. يا بشير السعد، يا طيب الوعد، يا مرحبا بك وبمن أرسلك. هيا هيا أنزلوا هيا. اقرأ الرسالة يا ولدي، فأنا كما ترى. يقول سيد الشيخ سليمان: هذا شعر. اقرأ، أنا أصحح لك إن أخطأت. هيا تشجع. سلام ضوءه يزري بضوء الشمس والبدر، كأن سطوره الياقوت. الياقوت الياقوت. كأن سطوره الياقوت،
قد رصع بالدري، يفوق مذاقه الشهد المصفي. المصفى المصفى المصفى. يفوق مذاقه الشهد المصفى، شيب بالخمر وأحلى من لقى الأحباب بعد الصد والهجر. يصيره الإله هدية ترجى للعارف الذمر، سليل خميس الصافي الصديق الصادق البري. أعزك الله يا سليمان، لقد رفعتني أعلى من السحاب. سيد الشيخ سليمان أمرني أن لا أعود إلا وأنت معي. بالله يا رجل، فأنا لو لم أرسل إليك من يعودك إلي لما أتيت. لو أنك في مكانك هذا وتنادي يا راشد لأتيتك راكضا مثل الغزال. غزال؟ حسنا حسنا، سأقف على بعد خطوات وسوف أنادي يا راشد يا راشد، فلننظر كيف يكون الغزال. ليس الآن ليس الآن، فأنا في تعب من السفر يا شيخ. قهوة الكرام زاكية الأطر طيبة النشر. اختلطت بفمك رائحة القهوة بالأزهار في البستان. صدقت، فأنا أشم أطيب الروائح منذ أن دخلت البستان. ألا يذكرك هذا ببستان آخر؟ نعم، يذكرني بالجفار في نزوة. عمر الله دار أرض الجفار وسقاها بوابل الأمطار. سائلي عن وصف الجفار كبستان آتيك عنه بالأخبار. فيه زرع وفيه نخيل باسقات مع طيب الأشعار. غرست فيه كل فاكهة زانت وطابت بيانع الأثمار. به كل ما يروق ويصبيك إليه ترنم الأطيار. ذكرتني عهدا جميلا قد مضى، أبعده عنا تصاريف القضاء. هذا ما يحدث عندما يلتقي شاعران. سأنقلك إلى بستان آخر وأذكرك بأبيات جميلة. هيا تعال معي. هذا يوم الذكرى والتذكر. يا تفضل تفضل. أنت تريد أن تذكرني بقولي في بستان آخر. أشجاره طالت وطابت جنت، فيه نخيل العرض والسائر. نخيله يصبي وأشجاره تروق عين المبصر الناظر. ما فيه من عيب سوى أنه رغم الحسود المبغض الفاجر لذاذة الأعين فيه، وفيه نعمة الشاكر والذاكر. كثير من شعري يحفظه غيري ويذكرني به في مثل هذه المناسبة. اسمع يا راشد، لا أريد أن يضيع شعرك. وأنا أيضا، ولكن ما باليد حيلة. بل باليد أحسن حيلة، فأنا أحفظ الكثير من شعرك ولدي أوراق ورسائل بها قصائد رائعة، وبذلك نبدأ بجمع ديوان شعرك وأنت حي. هذا حلم أثير، وكم أتمنى أن يتحقق. سيتحقق بإذن الله. علينا أولا أن نأخذك إلى الإمام مهنا، فهو يسأل عنك، ثم أنت لم تدخل عليه لتبارك له. بعد ذلك أعود بك إلى هنا لتقيم في مكان أنيق، ثم نجتمع كل ليلة لأكتب من شعرك، ثم أكلف من يبوبه وينسقه بخط جميل. قل لي كيف أستطيع أن أشكرك، فإني لا أجد عبارة تنتفي كل هذا الكرم.
انظر إلى وجهي وتغزل بجمالي. نور وجهك أعشى بصر. ذهبت الإمامة إلى مهنة احتيالا على أهل العلم، وأصبح إمامنا بالحق سيف بن سلطان محجورا عليه بعد أن سلبوه حقه، وجعلوا الإمامة تنحرف عن مسارها الذي نرضاه وترضاه عمان. وإني أستصرخ فيكم الحمية اليعوبية أن تقفوا معي حتى نعيد الحق لأصحابه. لا عمان، لا عمان، لا عمان. تفضل تفضل. لم يبقى إلا أن تزفني إلى عروس جميلة مثلي. هل أزعجك أحد يا شيخ؟ كثرة النظافة والطيب تمرضني يا شيخ سليمان. عجبا منك يا رجل، الكل يرى في النظافة صحة وعافية وأنت تراها تمرضك. يبدو أنك لا تحب الطيب. ليس كثيرا، ليس كثيرا. من الذي قال كم حزين رأى المسرة لما استنشق الطيبة من شذا رياكي؟ هل تحفظ هذه القصيدة؟ فأنا لا أتذكر منها شيئا. حسنا، اجلس وسأسمعك كثيرا. أي أي. اسمع، مرض الصبر يا منى من هواك، ما لداء الكئيب طب سواك. واصليه فقد تفاءل بالخير، إذ الخير فأله مرآك. زرت ليلا كأن من وجهك النير قد صار مصبحي ممساك. فإذا صحت المودة ما بيني وبينكم فأين التشاكي؟ وإذا ما علمت أني محب لك، إياك هجرنا إياك. الله، كان زمانا جميلا زاهيا. صدق أبو العلاء المعري حين قال: كم أردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذم هذا الزمان. الله الله. الله المستعان على ما تصفون. أولئك الإمام، لا يبدو صاحبك بشير خير، أهو نذير الشؤم؟ سعيد يجمع الجموع ويستنفر الأعداء بدعوى خير يريد بها باطلة. لا غرابة في هذا أيها القاضي، فأنا كنت أرى بخاطري ما سيفعله الشيخ سعيد ليسترد مكانته التي أفنى عمره في السعي إليها. أنت لم تسلب حقا ولم ترتقب ظلمة، وأنا حينما رشحتك وجدت جميع العلماء يتفقون عليك بلا جدال أو خلاف. كأنك تلوم نفسك أيها القاضي. بل أعجب لقوم يهرعون إلى أهل العلم والدين إذا ضاقت بهم السبل، يستمعون إليهم ويضعنون إلى آرائهم، وإذا خالف أهل العلم أهواءهم ينقلبون ضدهم. لقد قلتها بنفسك، أهواءهم، والهوى ظالم قاتل يحيد بصاحبه عن الحق. لو أن يرى الشيخ سعيد لأسمعته ما يستحق. سيسمعك ما يجرح قلبك ويؤذيك. فوض أمرك إلى الله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما هذه الغيبة والقطيعة يا شيخ راشد؟ أين أنت منذ زمن ليس بالقريب؟ ألا تدري ما يشغل الشيخ راشد أيها القاضي؟ يدري، والكل يدري أني مشغول بالزواج والطلاق. قاتلك الله أيها العجوز، أما زلت ترغب بالزواج والنساء؟ لكل امرئ من دهره ما تعود، كما يقول المتنبي. كنت لسقط قصاقيا. جزاك الله خيرا يا شيخ.
فقد حركت فينا متعة المرح. حذاري لئلا يحرك فيك متعة الزواج والطلاق. ومن تلك التي ترضى بقاض عجوز أشعث؟ أنا عندي سيدة النساء فهي راضية بي وأنا راضي بها. أينها؟ أريد أن أسمعها بعض الشعر. دعك عنها، دعك عنها، فهي تحب سماع القرآن والأذان. سأجعلها خطيبة الجمعة إن شاء الله. سأحضره من كثرة الضحك. عرفت سبب كل هذا الضحك. الشيخ راشد حل بيننا. يا مرحبا بك وبأخي الشيخ سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئتك بالشيخ الشاعر كما أردت، وإني أردت أن ألقاك لأقول هيت بالملك يا ذا القدر والشالي والنصر والعز رغم الحاسد الشالي، وقد حللت من العلياء منزلة ورتبة منتهاها رأس كيوان، أعطاك ربك ملكا قد تنزه عن ملك الرشيد وعن ملك ابن مروان. لا تبالغ يا راشد، أين أنا من أولئك؟ لا مبالغ يا مولاي، وسأزيد وأقول أضحى طريقك منهاج الذي افتخرت به أكابر قحطان وعدنان، حتى غدا الحاسد القالي أخا كمد في الهم والغم ما مر الجديدان، وقائل من تهني اليوم؟ قلت له إن المهنى المهنى نجل سلطان. أحسنت، هذا بيت جميل. زدنا يا شيخ، زادك الله صحة ونعيما. من دأبه الهمة العليا وعادته فك الأسير ومنح القاصد العالي، زانت بطلعته الدنيا فقابلها بحسن دين ومعروف وإحسان. بارك الله فيك، دعونا الآن ننزلكم منزل الضيوف ونكرمكم، وفي الليل سيكون لنا مجلس نتسامر فيه ونسمع الكثير من طرف الشيخ راشد. السلام عليكم يا شيخ سعيد. مرحبا بكم. السلام عليكم يا شيخ سعيد. أسمعنا من عبر الزمن الذي سلبك بصيرتك وأنت صغير وعوضك عنها بصيرة وحافظة وعد آدابا وأشعارا يعجز عنها البصير. الكل يسألني عن الغزل والحب، إلا مولانا الإمام رعاه الله وهو حكيم حليم، يرى أن ازداد عظة بعد أن ذهب زمان شبابي. وكأن شبابك حاضر مقيم يا شيخ راشد. خذ. زمان التصابي يا مواصلتي مضى، أصبحت منه بالمشيب معوضا. فإن تصليني لم أجد لك بغية، ولو نلت منك الحب بالسخط والرضا، ولست أبالي إن هجرتك بعدما غدت ليلتي صبحا وجسمي ممرضا. فإن تعتبي فالوعظ أحكم حاكم، ألسنا مماليك المقدر والقضاء؟ فلا تسألي هل صار حبك ثابتا لدى بهجتي أم صار ماء مغيضا. نضى عن قذال الدهر ثوب شبيبتي وعممني ثوبا من الشيب أبيضا. أحسنت وأجدت،
فهذا مزج لطيف بين الغزل والحكمة والعبر. زدنا يا شيخ. إنما الزيادة مخصوصة لمولانا الإمام، فإني أريد أن أضع في أذنه شعراً يجول بخاطري. قل يا شيخ راشد ولا تتردد. وما رجاؤك من قوم إذا شبعوا راموا الفسوق وإنهم جوعوا سرقوا، وإنهم سابقوا غوغ الذباب إلى الأطماع أو سابقوا جعلانها سبقوا. إن ثعالب إن تسعى مساعيهم فللثعالب عن أحداثهم نفقوا، فالكل منهم بثوب اللؤم مؤتزر، والكل منهم بحبل البخل مختنق. بلغت بقولك جرحا أليما فوسيت، وأسكنت بعض آلامه يا راشد الخير. ليت الناس ينادونني براشد الخير، وليس لي حاجة بشيخ راشد ما دام مولانا ألبسني حلة هذا الاسم. سألبسك حلة فاخرة وأمنحك ما يفرح أهلك إن شاء الله. لا تبتعد كثيرا. ضع هذه الرسالة لأختك سلمى واركض ولا تلتفت. هيا سيف، لن يبتعد كثيرا. هيا هيا اذهبوا وابحثوا عنه. ما هذه؟ هذه لك من ذاك الرجل. بسببك خرجت الإمامة من بيت سلطان بن سيف، وبيدك ستعود. هذا أول الوعيد، وهو كلام ليس بالشديد، وآخر القول شديد عتيد. إن أنت خالفت قولنا ولم تتراجعي عن الاعتراف بإمامة مهنة. قاتلك الله من شاعر النساء. لما العجب؟ فأنا خبير بالنساء، تزوجت محاسن وفرحة وعنود و... كفى حتى لا تذكر اسم أمي. من كنت أنت ابنها فلا حاجة لي بها. لا لا يا راشد لا تتجاوز. رميتك بحجرك وسأرميك بحجرك، فاسمع. صبيحة الوجه ذي ليلية الرأس، غزالة قنصت بالكيس والكاس، خود من الغيد أعرابية فرعت بمعشر دارهم شرقي كواسي، جاءت على غفلة من الحساد زائرة برغم قوم من الأعراب حراس، فقابلتنا بما يغني المجالس عن ضوء بدر وضوء مقباس ونبراس. أنت تحفظ من شعر الكثير. وسأجعله ديوانا كبيرا إن شاء الله. إن شاء جريح جريح من رجالنا.
صويحب صويحب، من اللي يرماك واقماك يا صويحب؟ ناس حول المكان في الظلام يا لنقتل أولئك اللصوص. اصبر، ليس الآن، إنهم ليسوا لصوصاً. شيخ سليمان تعال معي جانبا، تعال معي. صويحب صويحب، كل ما عندك يا رشد. سيحيطون بالإمام مهنة، وهذا أول الغيث. كيف عرفت ذلك؟ خرجت ليلا وأنا في ضيافة الإمام فتهت ولم أستطع العودة، ثم سمعت صوت رجل يتحدث، اقتربت فسمعت أحدهم يقول: سنبث رجالنا من الليلة حتى نأخذ الدروب على رجال الإمام. ولم لم تخبرني من قبل يا راشد؟ أخبرت القاضي فأمرني بالسكوت. يبدو أن الشيخ سعيد جمع الكثير من الرجال حوله، هل تستطيع أن تعين الإمام؟ إذا طلب مني ذلك فلن أمتنع عن نصرة المستغيث. أنت أكبر منا عمرا وتجربة، وأريد منك الرأي قبل أن يصل خبر الرسالة إلى الإمام. لن يصل أي خبر من الإمام، ولا سبيل لهؤلاء إليك. كيف؟ وقد وصلوا وأخذوا أخي الصغير. أنت الآن عليك الاحتياط والحذر وتجنب الخروج من البستان، وأنا سأوصي القائد وأمر الجند كي يشدد الحراسة حول المكان. والإمام ألن تلمح له؟ التصريح سبق التلميح، وعيوننا تتابع أخبار الشيخ سعيد ومن يتجمع حوله. لا شيء يبشر بالخير إذن. أرأيت كيف قتلوا الإمام ومن معه بلا رحمة كي يضعوا ذلك الصبي على العرش؟ حمدا لله يا شيخ أننا لم نكن من قتل أو من قتل وسفك دماء المسلمين. أحمد الله يا شيخ سليمان لأنه جنبك الدماء وزهق الأرواح. يخامرني بعض الندم لأني قعدت عن نصرة الإمام مهنة. لقد اجتمعت عليه الجموع، فما كان لأحد أن ينصره أو يخلصه. لا بأس عليك يا شيخ، في حضرة الموت انتابني الخوف يا شيخ سليمان. لماذا يا شيخ؟ لي ذنوب لو عد منها قليل. في حديث لما حوته العقول. وعيوب من دونها كل عيب، ومعاصٍ ليست لهن شكور. وأنا المذنب المقر بذنبي، حيث أني أنا الظلوم الجهول. كيف أرجو النجاة منها ولي نفس عن الحق والصواب تميل؟
لكن الله غافر قابل التوبة والعفو عنده مأمور.